هنخش على العيلة الثانية اللي هي الفار كيستوريت. أول حاجة هنعرفها في الفار كيستوريت ليه البنزين أحسن من الفار كيستوريت؟ ليه بتتكسر لما تيجي تضغط العيانين دواء مهدئ أو منوم بيوقفوا بنزين ومش بيوقفوا فار كيستوريت؟ أخواي البنزين انتريتيرز ذات الفار كيستوريت. قال لي أول حاجة لأن الفار كيستوريت الكلام اللي مكتوب ده حاجات تخص الفار كيستوريت. اول حاجه لان البارتيكولات بيعمل فول ديبندنت في ان اس ريبريشن. يعني ايه فول ديبندنت في ان اس ريبريشن؟ يعني البارتيكولات لو اديت دوز صغيره هيعمل سيديشن، ولو زودت الدوز سنه هيعمل هيبنوزس، ولو زودت لحد دلوقتي ما فرقش عن البنزودايازبين، ولو زودت الدوز سنه والكلام على البارتيكولات او الاول هيعمل سيديشن بعدين هيعمل هيبنوزس. لو الدوز ده في السنه هيعمل انا تيست هيفنج العيان، دي مش في البندو ده دي. لو زودت الدوز سنه هيعمل كوما، لو زودت الدوز سنه هيعمل كده. الخمس مراحل دول او الخمسه اللي فاتت دول يبقوا كويس. دول ديبندنت في ان اس ريبريشن، يعني في ان اس ريبريشن بتاعه بيعتمد على الدوز. قد دوز صغيره من البارتيكولات تهدي. ازود الدوز شويه تنيم، ازود الدوز شويه تعمل اناتيزيا، ازود الدوز شويه تدخل في كوما، ازود الدوز شويه تدخل الراجل في ديس وشكرا والسلام عليكم. يبقى اول سبب ليه البنزين احسن من البارتيكولات، اول حاجه البنزين مش عارف اتابع في الناس اللي باشا انما كان البنزين اخره ثلاثه اخره ركزوا بسرعه ومسجل معاك النضاره النضاره الجديده اللي بطلت. البارتيكولات زي ما قلت لكم الكلام ده على البارتيكولات الجديده فين؟ تاني سبب ان البارتيكولات بتعمل ديبريشن اوف ار تي، يعني ايه ديبريشن اوف ار تي؟ يعني تعمل ديبريشن اوف البارتيكولات حد يروح عيني. طب ما هو كان البنزين برضه له شويه ريسبيراتوري ديبريشن، طب ما ناخدها ازاي؟ شويه ريسبيراتوري ديبريشن الفكت بتاع البارتيكولات الاكتيفيتي بتاعت الاله سنتيزن
بيزنس لاين، يعني ممكن يعمل لي ادفيرز افكت. ادفيرز افكت مش موجود مع البيزنس لاين 3. البيزنس لاين 3 عمرها ما تعمل اكيوت فور بلاير، لكن الفينو باربيتون ممكن يعملها. يعني ايه زود لو دخل كلورايد في البوست ده نفس مثلا في البوست ده حاجه مثلا
هايبر بولرايزيشن. لو حصل هايبر بولرايزيشن في النص الثلاثك انا كده بنعمل حاجه اسمها سيناتيك ترانسميشن، كده هزيد العيان، كده قللت الفانكشن بتاع النور. نفس القصه بتاع النور اللي بنقولها مع الفارماكولوجي، الفارماكولوجي بقى جاب البروتكتور بتاعه يروح جايب الريال ماجيك جاب ايه شيبر يعمل دورايز انفاكت في البوست تنافل فيعمل هايبر بولاريزيشن ويقلل التنافل كونتراشن. لو زودنا التول هيبقى لهم دايركت اكشن على الكورايز شانل، دايركت بروتكت على الكورايز شانل يروح الكورايز شانل في البوست تنافل الوجود دورايز انفاكت. لو زودت الدول هيقلل الافكت اوف اكزايتاتوري نيورو ترانسميتر اسمه جلوتامين. لو زودت الدول هيقلل، هو اللي قلل الافكت، هو اللي قلل الافكت بتاع اكزايتاتوري نيورو ترانسميتر يعمل ابتدت يعمل ديبريشن. ده القصه كده ماشيه حسب الكلام اللي قلناه في الاول، دول ديبندنت سي ان اس ديبريشن. فهمنا ليه الفرق بينه وبين البنزودازيبين في حكايه لما ازود الدول تزيد السي ان اس ديبريشن. البنزودازيبين كان بيشتغل بميكانيزم واحد بس، ان البنزودازيبين يمشي في البنزودازيبين ريسبتور يزود الافيت والجابا ايه؟ الجابا ايه ريسبتور، انما البارتيكيوليت ده حسب الدوز رايز، حسب الدوز رايز ازاي؟ اول ميكانيزم في السمول دوز يمشي في البارتيكيوليت يزود ريسبتور يزود الافيت والجابا الجابا ايه ريسبتور ويندوس تو رايز انفلاكت في البوست فنفسك يعمل هاي بارتيكيوليزيشن يقلل فنفسك ترانسميشن. زود الدوز هتزود الانهبيشن. لو الدود هزود الانهبيشن ده اصل زودت ميكانيزم، زودت ميكانيزم اللي هو ايه؟ انه هيبقى ساعتها الدايركت افكت على الكولورايد شانل، يفتح الكولورايد شانل دايركتلي مش مستني حاجه من حد، دايركتلي يفتح الكولورايد شانل ويدوس كولورايد انفراكت في بوست ترافيك ويعمل هايبر بولاريزيشن. زود الدود هزود الانهبيشن، ازاي؟ امنع الاكشن او اقلل الاكشن بتاع اكزايتاتوري نيورو ترانسميتر اللي هو الجلوتامين. نيجي بعد كده في الكلاسيفيكيشن بتاع البارتيكوليت. فاكرين لما كنت بتكلم في الكلاسيفيكيشن بتاع البنزودازيبين قلت لكم ساعتها قعدت اتكل على ان احنا بنقسمه اكوردنج تو الديوريشن اوف اكشن لثلاث حاجات. فاكرين ساعتها قلت لكم ايه على الكلاسيفيكيشن بتاع ابن عمه بتاع البارتيكوليت؟ قلت لكم برضه هنقسمه اكوردنج تو الديوريشن اوف اكشن بس لاربع حاجات. هناك كنا بنقول ايه؟ شورت وانترميديت ولونج، انما هنا هنقول لونج وانترميديت وشورت والترا شورت واهمهم الالترا شورت اللي الناس بتنساه. يبقى في البند زي الزبين بنقسم اكوردنج تو الديوريشن اوف اكشن لثلاثه لونج وانترميديت وشورت. انما لما نيجي نتكلم على الديوريشن ويقول يا رب يخليكم ما تنسوهاش بنقسمها اكوردنج تو الديوريشن اوف اكشن لاربعه اللي هي لونج وانترميديت وشورت والترا شورت. اللونج اكتنج اشهر، اللونج اكتنج باربيتوريت اشهرهم اللي هو مين؟ اللي هو الفينو باربيتون، حتى الفينو طويل ما تنسوش هو الفينو طويل يبقى هو اللونج اكتنج. يبقى الفينو باربيتون هو اللونج اكتنج باربيتوريت. نيجي بعد كده للانترميديت اكتنج باربيتوريت عباره عن امو باربيتين وابرو باربيتين. امو ابرو، امو باربيتين وابرو باربيتين. الشورت اكتنج بنتو باربيتين، ممكن تقول الانترميديت ابرو ام ادي اي بي وام وبنتهم تحت بنتهم في الشورت بنتو باربيتين. يبقى الانترميديت امو باربيتين وابرو باربيتين وبنتهم في الشورت اللي هي بنتو باربيتين. الترا شورت اكتنج باربيتوريت هو اكثر واحد من الباربيتوريت بنستخدمه واكثر واحد للاسف انتوا بتنسوه. يعني لما تيجي في الكلاسيفيكيشن هنا زي البنزودازمين لونج وانترميديت وشورت وروح جايين الباربيتوريت لونج وانترميديت وشورت، مع ان احنا عارفينها لسه قايل في اول الحته دي. قال الباربيتوريت دي ما بتحبهاش، ما بتكتبهاش اول ثلاثه ايتمز دول غالبا مش هتكتبها، غالبا هتستخدمه اخر واحد اللي هو الالترا شورت اللي اسمه سايوبنتان صوديوم. سايوبنتان صوديوم لا اللي بيجي على بالك فاكرين الريدستريبيوشن كان الراجل اللي هو سايوبنتان كان ساعتها لما كنا بنتكلم عليه نص الحقيقه لما كنا بنتكلم عليه في الريدستريبيوشن انا قلت عليه بيشتغل ايه؟ بديل انا فهمت اكتر واحد بيقدر يستخدموه في البارتيكوليت اللي هو السايوبنتان هنستخدمه عشان نعمل جنرال اناليسيس
فور شور اشكال كونتينيو. لما يكون في جراحه ما يكونش واحد داخل يعمل جراحه اورام جراحه تقعد 12 ساعه واديله الترا شورت اكتنج فرد كبير. لما تكون العمليه اخرها ربع ساعه ثلث ساعه ممكن الاقي مش ده مصر الحياه يا دكتور؟ مش ده مصر الحقيقه يا دكتور؟ مصر الحقيقه ده صح؟ مصر الحقيقه ده اللي بيخلي الواحد يقول الحقيقه باين او حاجه زي لما انا قلت ايه يا ابني على الكلام ده حتى كلام برضه مش فاهم على ايه برضه كانت هي دي الحقيقه يا راجل يا راجل على فكره انا عملت يوم عملت عمليه اللي هو عملت حاجه من عمر النبي عليه ان انا كان الدكتور خايف عليا قوي رحت عايز اعمل عمليه ومخير على ايدي ان انا تعالى من وراه قلت له ان هو رايح معسكر وخدت من ابويا في شويه فلوس ان هو رايح معسكر وبتاع قلت له رايح الدنيا في الفلوس دي قلت له ان انا معايا عشان لو حصل لي اي شيء ورا العمليات وكنت ارقام الاوبرات البيت عندنا والله العظيم كنت عارف ان هو حصل اي حاجه عملتها عمري ما انسى بقى لما هم مرجعيني بعد اكتر مع اللونج اكتنج الديوريشن اوف اكشن بتاعتهم هو
اسوشيتد مع معظم الباربيتيرز بتبقى مور بروفاوند مع اللونج اكشن، لان الديوريشن اكشن بتاعها طويل. افترض ان انت خدت لونج اكشن الباربيتيرز بيشتغل 12 ساعه، انت نمت 8 ساعات عندك لسه في الاكشن في الديوريشن اكشن بتاعته 4 ساعات، هيعملوا لك الهانج اوفر ده، هيخلوك كلاود هيخليك في دماغك. يبقى الباربيتيرز اكشن قلنا اول حاجه ايرور بتضرب معاها الار اللي هي دول بريزنت في النت بوزيشن، وانا بتكلم عليهم احط نقطه اول بتاعهم في البوزيشن بتاع المرض ده السليب، وان السليب بتاع الباربيتيرز بيبقى تشيل كويس هانج اوفر. الام انتي كومبالزر، انتي كومبالزر مش انفكشن، انتي كومبالزر اكشن، والاس هيقلل الماسل اسبان. كده احنا عملنا على الباربيتيرين كومنت بالظبط زي ما عملنا على البنزوديازمين ال ام ار ال، بس هنزود في الباربيتيرين شويه الحاجات دي. ايه هي شويه الحاجات دي؟ اول حاجه انه بيعمل ديبريشن للار سي قوي، بيعمل ريسبيراتوري سنسور ديبريشن. ده مش بس بيعمل السيارات السنتر ديفيجن، ايوه هي الحته دي اللي كانوا اخوات البنات بقى بتوع اسره الامل بتكونوا مرمطوه دي كانت هي اللي لان ساعتها قلت كلمه فعلا ابراهيم صح شغلها رحت قايل لهم البربيتين الله يرحم وتعكون زي ما كانش يطلع يومها قلتها عشان بس الدنيا صافيه والله العظيم عشان نفسي عمر ما انت هتكون زي افلام الكفار بتاعتهم والله لما كان واحد يحط حاجه فوق كده بعد ما يحطها عمر ما فهو الراجل ده بقى بص بيعمل ايه؟ بيعمل ديبريشن للارضي. المفروض لما يحصل ديبريشن للارضي بيزيد السوق وجود الجسم. السوق يكون المفروض يعمل ستيميوليشن للريسبيراتري اللي انا بتكلم فيه ده جورج مش مره. المفروض لو في حاجه عملت ريسبيراتري ديبريشن يزيد الليفل بتاع السي او 2، السي او 2 المفروض يعمل ستيميوليشن للريسبيراتري. بص بقى الباربيتيرو بيعمل ايه؟ بيعمل ديبريشن للار سي ويقلل السنسيفتي بتاعت الار سي 2. يبقى الباربيتيرين يعني ديبريشن للار سي وفي نفس الوقت بيمنع السنسيفتي الافكت بتاع السي او 2، يبقى بيعمل ديبريشن للار سي ويقلل السي او 2 سنسيفتي. طب لاف ال ام ار اس بيعمل ديبريشن للفاز وموتور سنتر، الباربيتيرين بينهبت الفاز وموتور سنتر. الفاز موتور سنتر او الفاز موتور اريا دي من ضمن الاريز المهمه قوي في السي ان اس المسؤوله عن السمباثيتك ديسشارج اللي بتطلع سمباثيتك للجسم. لما اقلل او امنع الفاز موتور سنتر او الفاز موتور اريا هيقل السمباثيتك اكتيفيتي في الجسم، ولما تقل السمباثيتك اكتيفيتي في الجسم يبقى الباربيتيرات هتعمل هاي بوتنشال وبرادي كارديو، هاي بوتنشال وبرادي كارديو. يبقى بلس ال ام ار اس السي ان اس بيتاخد برو لاينز وبقيت الكلام ده. انا عندي ال ام ار اس مع باربيتين هزود عليهم ايه؟ ديبريشن لحتتين اللي هم الار سي في الباز والموتور سنتر. ديبريشن الار سي وهزود كومنت ان كمان بيقلل السنسيف بتاعت الار سي 2 السو 2 ويقلل الافكت او يقلل الاكتيفيتي بتاعت الباز والموتور سنتر، فيقلل السنسيفتك اكتيفيتي فيعمل لي هاي بوتنشال و فادي كارديو. مش واخدين بالكم ان احنا نقول ما احنا ماشيين في البربيتين عمال اقول بيدبريس في دبريس الام بيدبريس الام بيدبريس الار بيدبريس الاف بيدبريس الار سي بيدبريس الباز والموتور سنتر. هيجي دول ثلاث حاجات بيعمل لهم ستيميوليشن، ثلاث حاجات الباربيتيرات بيعمل لهم ستيميوليشن. يزود الليفل او يزود السكريشن بتاع الانتي دايوريتك هرمون الاي دي اتش او الانتي دايوريتك هرمون. حتى لما زود حاجه الحاجه اللي زودها هتمنع حاجه. الهرمون اسمه ايه؟ انتي دايوريتك يعني هيقل الدايوريتك. يبقى بيزود الانتي دايوريتك هرمون ولا هيحصل ان هيقل اليور انفورميشن. تاني حاجه بيزودها الباربيتيوريت حد يعرف كل حاجه كمان بيزودها. الحاجتين اللي باقيين اللي بيزودوا الباربيتيوريت ايه؟ الميكروزومال انزايم اكتيفيتي، مش احنا قلنا الراجل انزايم انديوسر والاله سنسيت اكتيفيتي اللي هي بتعمل الاكيوت بيرفرت. يبقى الراجل ده بيزود ثلاث حاجات، انتي دايوريتك هرمون ولما يزيد الانتي دايوريتك هرمون يقل النيور انفورميشن. ثاني حاجه وثالث حاجه عباره عن انزايم الميتابولايز انزايم او المايكروزومال انزايم بيزود الاكتيفيتي بتاعتهم لان الراجل انزايم انديوسر وبيزود الاكتيفيتي بتاعت الاله سنسيت انزايم فبيزود الليفل بتاع البروفايلنج ويعمل لي الفورد تاني. يبقى الفارماكولوجيكال اكشن، حد يعرف يرتب لي بقى كده الفارماكولوجيكال اكشن بتاعت البارت بتقول ال ام ار اس الار بتضرب مع ال في الخلاط فحته الفول ديبندنت دي ان اس
ريفرش واعمل كومنت على الام واعمل كومنت على الاس، وبعدين ريفرش حاجتين حاجتين تانيين في السي ان اللي هم الار تي بي الباور موفر، وبعدين ازود الاكتيفيتي واعمل انتجريشن ليه ثلاث حاجات اللي هو الانتي ديوريتك هرمون والميل انفايرمنت. اللي بيتعمل بيديني الاكتيفيتي بتاعتهم المفروضين عباره عن واحد هرمون واثنين انفايرمنت، الهرمون اللي هو الانتي ديوريتك هرمون والاثنين انفايرمنت اللي هم الاكتيفيتي بتاعتهم الانفايرمنت. نيجي بعد الفارماكولوجيكال اكشن انفيجيشن اوف هارد ريتوري. اول حاجه الانديكيشن بتاعت الفار ديكتوريتي. اول حد يعرف يقول لي ايه الانديكيشن؟ والله دي انت لا يعرف حد يقول لي الانديكيشن بتاعت الفار ديكتوريتي. فار ده مش ال ام ار اف على الام على الام هيبقى الانديكيشن بتاعته ايه؟ انديوريتي هتجيب حالات الانديكيشن وهيب نوت بتاعت الار هتجيب ونجوز السيب او علاج الانسومنيا. وهنديه في البري اناسيتيك ميديكيشن عشان السيرب الكتريك بتاعه. وهنديه في الاناسيتيا. زي ما قلنا بري اناسيتيك ميديكيشن بس ما قلناش اناسيتيا. هنا هنقول اناسيتيا ونفتح فوق ونفتح فوق هيكون الدايو بالذات عشان يكون ديبندنت في الانسولين. هنستخدمه في اللي انت بس لسه بتقول عليه انتي كومبوزر وستيتا ابلس علاج الاوليبتي وعلاج الستيتا. ونستخدمه في الهايبر بيليروبينيميا. حد يعرف يقول لي ايه علاقه السين نيس والبارتيتورين بالهايبر بيليروبينيميا؟ عشان هو معمول في الابلكيشن بتاعك كونجنتال هايبر بيليروبينيميا. ايه اللي جاب لي البارتيتورين وكده؟ البارتيتورين انزايم انديوسر. هايبر بيليروبينيميا دي يعني واحد عنده البيليروبين زايد شويه. لو اديته حاجه تكسر البيليروبين هيعالج الراجل ده. هديله حاجه تكسر البيليروبين ازاي؟ هديله حاجه تزود الميتابوليت بتاع البيليروبين، تزود تكسير البيليروبين زي الجينو كاربيدون اللي هو الانزيم انديوتر. الراجل ده هيرفع يخش الجسم يعمل انستراكشن لغايه الانزيم فيكسر البيليروبين فيعالج الهايبر بيليروبينيميا. هقول الانديكيشن تاني هنكتب ريتك عشان دي بتفضل انزيم علاج الانسوميا از نوتد بديك الفري اناستيزيا ميديكيشن بديك الاناستيزيا واضرب المثل في نقطه الاناستيزيا لازم اقول المثل غير المثل صوديوم انتي كونفايرمنت وسيتا في الاكتيفا والكونتيننتال هايبر بيلوريك. هتبقى ايه الفكره؟ هي بينا نلعب والله في مثل هي بينا نلعب. حد يقول لي الادفانس افكت بتاعت البطيخين اول مش هو تي ان اس الادفانس افكت ده هتبقى ايه؟ اكسسيف ديبريشن او اوفر سي ان اس زي ما قلنا بالظبط مع البنزودازيبين. بصوا ديبريشن بعدها ايه؟ ديبندنس. كاننا يعني بنشوف برضه الكلام بتاع البنزودازيبين بس ديبندنس مع البارتيتوريت مور ريسك. الادكشن لايبيلتي مع البارتيتوريت بتبقى مور ريسك. يبقى ديبريشن وديبندنس. وبعدين حصل ديبندنس ممكن يحصل تولر والاثنين اللي بتقولوا معايا ده اللي هم الجي اي تي والهايبر سنسيتيفيتي والبارادوكسيكال اكزايتمنت. كاني بقول الكلام بالظبط بتاع البنزودازيبين. اول خمس نقط دول اللي بالظبط عايز الكلام بتاع البنزودازيبين اللي هو ديبريشن الار تي سنتر ديبريشن لينا السي ان اس وديبندنس وتولرنس بارادوكسيكال اكزايتمنت وجي اي تي وهايبر سنسيتيفيتي. وهنزود عليهم الثلاثه دول اللي هو ديبريشن للار تي ونقلل السنسيتيفيتي وار تي 2 سي او 2 والبورتاريوم ما كانتش موجوده مع البنزودايزيبين لانه بيزود الاكتيفيتي بتاعت الالات في الانزايم. والهيماتولوجيكال اللي يعمل ايه في البلاك اسيستنت؟ ما يعملش انيميا. اللي مش ممكن يقلل الكوليك اسيستنت اللي حضروا معايا الديكشن فاكرين الترايتون كان ازاي كان ممكن يعمل انيميا ازاي؟ عن طريق انه يقلل الكوليك اسيد. اي انزايم انديوسر ممكن يعمل اندكشن للميتابوليزم بتاع الكوليك اسيد يعني يقلل الكوليك اسيد في الجسم. ولو قلل الكوليك اسيد في الجسم تطلع نوع من الانيميا اسمها الميجالو بلاستيك انيميا. يبقى نزود عليهم ديبريشن اوف ار تي والبرتيريا والميجالو بلاستيك انيميا. ليه؟ عشان نقلل الليفل بتاع الكوليك اسيد نتيجه الانزيم وبرتيريا انزايم انديوسر.
اللي ما ينفعش مثلا تتملكش. لو عيل مثلا خبر بالكريم او خد الزمن من دول ما يحفظوش ركز مش لازم تبقى كاملة مفتحة كده هو ده اللي في الكتاب لكن ما بيضربش الراجل في الشافه وراح داخل في حته ثانيه قال لي ما يحصلش ركز هو اللي يحصل ركز ليه يحصل ركز؟ عشان كثرت الفيتامين دي قال لي ما يحصلش مثلا بليدنج تندنسي عشان كثرت الفيتامين كي تمام كده؟ خليكم لحلحين جدا يبقى ار سي ديبريشن ار سي والبطاريه والمجال البلاستيك كمان نيجي للكونترا انديكيشن بتاعت الفار بيتويت. اول حاجة هايبر سنسيتيفيتي للفار بيتويت. دي بنقولها في الكونترا انديكيشن بتاع اي دواء في الدواء. هايبر سنسيتيفيتي لو قلتش الدواء يبقى اول كونترا انديكيشن. تاني حاجة بريجننت لحد يقول لي ليه؟ يعدي فوق يعدي تحت لانه اكيد هيعدي السلسله البريه وهيبقى روح لاكتيشن حد يقول لي ليه؟ يعدي في كله برضه كاني بعيد في الكلام بتاع البنزو ده يزيد لانه برضه هيبطل نسبه وبلاكتيشن برضه فالمونري انسبشن مش كده يعني ايه فالمونري انسبشن؟ يعني واحد عنده مشكله في الريسبيراتوري سيستم عنده مشكله في اللنج ما ادلوش باربيتيوريت ليه؟ عشان بيعمل ديبريشن الارض هيباتيك امبيرمنت ليه ما تجيبوش هيباتيك امبيرمنت؟ ده معظم الادويه ممكن اكتب معاها كلمه معظم الادويه ممكن اكتب ما تديش الدواء ده ولا تشرب في الهيباتيك امبيرمنت بتقول لنا كده اشمعنى؟ عشان الميتابوليزم بتاعك. نيجي للدراج انتر اكشن حد والنبي بقى ايوه حد في جانب صح يقول للدراج الدراج اكشن زي ما قلت انا الراجل ده من اصعب الايتم في حد يقول لي دراج انتراكشن بتاع الباربيتريت قبل ما نحطه. كاينيتيك وداينامي صح كده؟ ربنا قلبها كاينيتيك انتراكشن والله الكلام ده مهم. الكلام اللي فيه ده يمكن اهم من كده. كاينيتيك انتراكشن وداينامي انتراكشن. كاينيتيك انتراكشن هل فيها ايه؟ افكر في ابسورشن وديستريبيوشن تمام؟ واكتريكتيفيشن ضامن منهم نقطتين اللي هما الزاين انديوشن ضامن الافكت والزاين انهبتور تزود الافكت. في الفارماكو دايناميك ضامن نقطتين هقول في بوتنشيال الاثر اللي بيعمل ده بوتنشيال الاثر دي الهيلث ليفل دي انفرمايز الاثر في الدم. طب تعالوا نقولهم برضه قبل ما نشوف ايه اللي مكتوب على الطابوره وايه اللي موجود في الكتاب. تعالوا بقى نكتب كده كاننا في امتحان نشوف الراجل مالكش نقطتين لو انا مش مذاكرها هكتبها ازاي؟ والله فنادق عندي نقطتين اساسي اللي هما ايه؟ هقول ان النظام الجوزر بتقلل الافكت بتاعه واضرب له مثالين من النظام الجوزر واقول له الانزايم انهبيتور بتزود الافكت بتاعه اضرب له مثالين من الانزايم انهبيتور وما انساش اقول له ان هو انزايم انديوسر يقلل الافكت بتاع الكو ادمنستر دراجز يبقى انا عندي ثلاثه ايتمز لحد دلوقتي في الفارماكوفاينانس الانديوسر تقلل الافكت بتاعه الانهبيتور تزود الافكت بتاعه هو نفسه انزايم انديوسر اخر نقطتين اللي هم الفارماكو دايناميك انتراكشن بوتنشيات الاذر سي ال اس ديبريدن زي البنتو دايبلين وزي الالكول وانتاجونايز السي ال اس الكلام ده على فكره ما ينفعش يتحفظ مع كل دواء ما ينفعش انزل كل دواء اقعد احفظ لدرجه مش هينفع لازم الواحد يبقى عنده جزء يعرف يتكلم على ده او يعرف يفتكر دي يجي بعد كده الاكيوت باربيتيوريت انتوكسيكيشن العنوان اللي بعد كده في الكتاب هقول تاني دراج اكشن الزايم انديوسر بتاع الافكت بتاعه الزايم انديوسر بتاعه هو نفسه الزايم انديوسر بتاعه الاذر في الهيد نيجي الاكيوت باربيتيوريت انتوكسيكيشن في العنوان ده لما تيجوا تذاكروا الموضوع هتلاقوا تحت العنوان ده كويس ركز حوالي خمس ست سطور في المانيفستيشن بتاعت الباربيتيوريت السيلز ما تقعدوش تبقوا تضربوا بايديكم اعرفوا بس بقين في المانيفستيشن بتاعت الباربيتيوريت انا اللي يهمني في الكوستس ان انا عايز الفرع في الكوستس اللي يهمني فيها علاج الكوستس ما يهمنيش قوي المانيفستيشن بتاع عشان ما تضيعوش وقت يبقى الاكيوت باربيتيوريت انتوكسيكيشن بنعرف بس كلمتين نص الضغط كده في المانيفستيشن بتاعت الكوستس اللي هي هتبقى عباره عن ايه؟ سي ان اس ديبريشن مانيفستيشن اوف سي ان اس ديبريشن ما هو الراجل بيشتغل سي ان اس ديبريشن العيان اللي عنده سيستم باربيتيوريت يبقى عنده كوما وعنده ريسبيراتوري سيلز
الكلام ده مثلا اتصل سبع ثمان حكومه ما بيعرفش هما. يبقى تيجي الناس اللي بريت النوتيفيكيشن عادي ممكن يبقى مانيفيست كوما وريت فايرات فيلير وممكن باس تو كيف. لان الباربيتريت بتاع ده بالنسبه للمانيفيستيشن بتاعت الكتب. نخش بقى على المهم. التريتمنت بتاع الباربيتريت حد يعرف يقول لي لو انا ما قلتهاش وهو ما فاكرهاش هيكتب ازاي؟ ايه انتيدوت؟ بليز 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 انتمانيشن دي الالف دي اكسكريشن. تعالوا رقم واحد الانتيدوت دي انتيدوت للبارتيكيوريت ما فيش ده من ضمن عيوب. طب خلينا مش بنحب البارتيكيوريت عشان ما نروحش انتيدوت. يبقى دي ايه صار؟ دي البريز. هو الراجل اللي عنده في التست للبارتيكيوريت محتاجك تحط البريز ولا حاجه وهيحصل حاجه في الاسبريشن ولا حاجه؟ اه ده البارتيكيوريت ده بيعمل بروفاوند للسنتر. يبقى الراجل ده عايز سبورت للاسبريشن هتبقى الريسبيريشن تيجي عندي بأو 2 وارتفيشال ريسبيريشن. هدي العيان اوبشن واعمل له ارتفيشال ريسبيريشن دي مش هتبقى دي دي اللي هي الكونتمينيشن. اشوف الراجل حصل له تست ازاي واكسره جاستريك لافاش اعمل له دي النعمه. وهتلاقوا في الكلام فيما بص في الكتابه ده جاستريك لافاش ده حاجه اسمها اكتيفيتد شارك. يعني ايه اكتيفيتد شارك؟ يعني حبوب فحم. حبوب الفحم دي بتعمل ايه؟ بتعمل ادسورشن للطرف. يعني انا لو واخد بارتيكليت وبارتيكليت للسمر بتاعتي وخدت شارك الشارك هيعمل ادسورشن ليه البارتيكليت وهيمنع الادسورشن بتاعه. يمنع الادسورشن بتاعه حبوب فحم هتبقى مش حبوب فحم اللي هو غالبا ما بنفحمش. حبوب فحم تبقى شرايط ده وشرايط مستقبليه. اكتيفيتد شارك بتعمل ادسورشن ادسورشن للطرف فبتقلل الادسورشن بتاعه. وهتلاقوا كلمة كاثارتك. كلمة كاثارتك دي تعني حاجة بتدوس الدايرية. حاجة بتدوس الدايرية ليه؟ إن شاء الله برضه عشان تقلل الأبزوربشن بتاع الباربيتورين. يبقى حتة كونتامينيشن عشان أزيل الكونتامينيشن بعمل جاستريك لافاش بعمل باتين معدة وأدي أكتيفيتد شاربل عشان أبزورب الباربيتورين وبدي كاثارتك حاجة بتدوس الدايرية عشان تقلل الأبزوربشن برضه بتاع الباربيتورين. يبقى ايه مفيش انتيدوت؟ في البريزنج بس بيدوه اعمل ارتفيشال اكسبريشن في بعمل جاستريك لافاش ولا اكتمال الشرط والكاثارتيك في بعمل اللي هو الثالث بتاع الهيمو ثالث اعمل العيان الهيمو ثالث. ايه اللي هو الاكسكريشن؟ بصوا معايا في حته الاكسكريشن عشان هيقابلني الفوق ده كتير. هتلاقي كاتب لكم في الكتاب في الايتم ده بيقول ان انا بعمل العيان كورتيز الكلاين دايوريتيك. يعني ايه اعمل العيان فورس الكلاين دايركت؟ حد يعرف يمشمش كده يعني ايه الكلمه دي؟ فورس الكلاين دايركت يعني افورس بصوا 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 افورس دايركت يعني هدي دايركت. امال ايه كلمه الكلاين دي؟ وهقلب اليورين الكلاين. يبقى فورس الكلاين دايركت معناها افورس دايركت يعني هدي دايركت وهقلب اليورين الكلاين. الاثنين هيزودوا الاكسكريشن بتاع البارتيكيليت. ان انا ازود اليورين فوليوم يعني زودت الكدني فانكشن يعني زودت الاكسكريشن. ولو قلبت اليورين الكلاين اصل البربيتيوريت اسيدي. لو قلبت اليورين الكلاين والكلام اللي بتكلم فيه ده برضه بيدي فارما مهم جدا. لو قلبت اليورين الكلاين وفي جوه اليورين فوليوم دواء اسيدي كده ولا اسيدي هيحصل له ايه؟ ايونيزيشن وهيقل الري ابزوربشن بتاعه. انا اعمل ايه عشان ازود الاكسكريشن؟ هيطلع فورس الكلاين دوري. معنى ان انا هعمل فورس الكلاين دوري يعني محتاج ادي دوايين مش كده؟ حاجه تعمل الفورس الدايركتيف وحاجه تعمل الالكالاين. اما الحاجه اللي هتعمل الالكالاين فهي الصوديوم بايكارب. دي بتحط كلمه الالكالاين. نحط كلمه فورس الدايركتيف ان انا ادور الدايركتيف دواء اسمه فيوريزيمايد. فيوريزيمايد ده دايوريتيك. لوب دايوريتيك هناخده كلنا ان شاء الله. حاجه بتزود اليورين فوليوم. فيوريزيمايد او اسموتيك دايوريتيك. على فكره الاثنين دول من اقوى الدايوريتكس اللي موجوده في الرينا عشان تعمل لي الفورس الدايوريتك عشان تزود لي اليورين فوليوم. فيور ديمايت والاوزموتيك دايوريتك. ده فورس الكلاين دايوريتك يعني بعمل فورس الدايوريتك في مرض اليورين الكلاين. قال اليورين الكلاين في الصوديوم بايكارب وفورس الدايوريتك في الاثنين دايوريتكس دول اللي هم الفيور ديمايت دي او الاوزموتيك دايوريتك. كده خلصت البنزودايازين وخلصت البار بيتوريت. تعالوا ناخد بقى بقيت الهيصه اللي كانت مش هناخدها كلها هناخد بعض الايتم وكل ايتم هناخده هنقعد عنه مهمه بقيه الادويه اللي كانت في الكلاسيفيكيشن.
العمل رقم 3 كان دواء اسمه زولبيدين. ده اهم واحد في التأهيل الزولبيدين ده اللي هو جابا مايماتيك برضه. نتوقع الزولبيدين ده هيشتغل ازاي؟ هيشتغل على فكرة دايم زي البنزودازولين دايم زي الكاربوكريم. يعني انتم متوقعين ايه؟ مع ان انتم تتوقعوه غلط شويه بس متوقعين ان هو الريسبتور بتاعه ولما يمسك الريسبتور بتاعه يبتدي الاسئله الجابه الجابه ايه ريسبتور الجابه ايه ريسبتور يعني يوصل لغايه الصور بص سينابتك عامل هايبر بولاريزيشن بتقلل السينابتك ترانزميشن. كل اللي انتم توقعتوه ده صح ما عدا حاجه واحده الريسبتور بتاعه هو البنزودازولين ريسبتور. يعني الزولبيدين بيروح يمسك البنزودازولين ريسبتور لما يمسك البنزودازولين ريسبتور يدين الافنتو الجابه الجابه ايه ريسبتور. بس على فكره والنقطه دي مش موجوده عندهم في الكتاب مش عارف بيحبوها او مش ما بيمسكش في كل البنزودازولين ريسبتور مش فيه كله بيمسك في حته منه اسمها اوميجا 1 بنزودازولين ريسبتور بارت من البنزودازولين ريسبتور اسمه الاوميجا 1. يبقى بيمسك في اوميجا 1 بنزودازولين ريسبتور. واكمل الميكانيزم كانه بنزودازولين. واكمل الميكانيزم دي الافينيتي وكده بقى الجابا ايه الاستمرار في الضغط في البطن الطيابي اوميجا 1
وان اير سيستم ده اللي هو افكت على الريليز بتاع السيرتون اللي النيرف تيرمال. اهو الاجونست بتاع الفايف اتش تي وان اير سيستم يقلل الريليز بتاع السيرتون. والسيرتون اكزايتلي نيورو ترانسميتر، يعني اللي يقلل الريليز بتاعه يقلل الاكزايتيشن، يعني يعمل ديبريشن. هقولها تاني، الراجل بيسبايرون اجونست على 5 اتش تي 1 اي ريسبتور اجونست على السيرتون ريسبتور تايب 1 اي. السيرتون ريسبتور تايب 1 اي موجود في سينابسس، اللي شغله يقلل الريليز بتاع السيرتون، والسيرتون ده اكسايتاتري نيورو ترانسميتر. يبقى لما قلل الريليز بتاع الاكسايتاتري نيورو ترانسميتر هعمل ديبريشن. الافكت بتاعه مني على الليمبيك سيستم، خد بالك الدوربيدين كان اونلي ايه؟ هيبنوتيك. البيت بايرون اونلي انكزيوليتك والباقي ويك، اونلي انكزيوليتك والباقي ويك. واحنا ماشيين في الكلاسيفيكيشن بعد البيت بايرون، بعد الدراج اللي كانت بتشتغل على السيروتون ريسبتور، قلنا دراج والاذر ميجور اكشن، يعني حاجات اللي هي ميجور اكشن بتاعتها وبتسايد الميجور اكشن ليها افكت في الهيلث ريسك. زي مين؟ زي الانتي هيستامينك. قلنا يعني ايه انتي هيستامينك؟ خليكم مذكورين الاثنين اتش 1 ريسبتور. ايه رايكم ان الهيستامينك اكزايتات النيورو ترانسميتر في الدماغ؟ لما في الريسبتور بتاع اكزايتات النيورو ترانسميتر هعمل ديبريشن. خدوا بالكم السيدتيف افكت بتاع الانتي هيستامينك، عشان انتوا الحته دي موجوده في الكتاب. كاتب لكم ان السيدتيف افكت اوف انتي هيستامينك از كونسيدرد از بيرد افكت. حد يعرف يفسر الجمله اللي بقولها كده؟ اصل اصلا انا بستخدم الانتي هيستامينك از انتي اليرجيك، بستخدمه في حالات لما يكون زايد الهيستامين. ففي المين يوز بتاع الانتي هيستامينك بيبقى الافكت ده از بيرد افكت. بس ايه رايكم ان بعض الدكاتره بتستخدم از بيرد افكت ده از انديكيشن؟ انا شخصيا استغلته مره، انا شخصيا ما كانش جاي لي مره في ليله الامتحان كنت شفت ثلاثه او خمسه، رحت خدت هاند انتمالي. بدل ما اكون حاجه مروبه ويحصل لي الهاند اوفر، هو حد فيكم هاند اوفر ده خطير جدا. انا اعرف واحد من اللي خد منوم ليله الامتحان كان تقريبا استراحه، لا هاند اوفر. لا شكرا مع السلامه عليكم، مش عارف اللجنه فين، مش عارف عليك حاجه كده برضه. فلو مثلا اتفرجنا ان الحاجه زي كده بتاخد منوم بتاخد الهاند انتمالي، يعني السيديشن بتاع الانتي هيستامينيك ممكن يبقى ادفيرد افكت اللي كتبت لكم الكتاب كنت تقدر تستخدمه. يبقى ادفيرد افكت لو انا بستخدم انتي هيستامينك في حاله الالرجي، لكن يبقى انديكيشن لو انا بستخدم انتي هيستامينك عشان اعمل سيديشن. ثاني حاجه الايزا بلوكر قشطه جدا الالكترون ده، وكان اللايبوفيليك ايزا بلوكر. لما كنت بستخدم الايزا بلوكر عشان تعمل لي مصلحه في الدماغ، كنت بستخدم ايه؟ لايف وفيلك ايه ده؟ كانت ممكن تكون ايه المصلحه اللي في دماغي؟ اللي هي يعني الفلوريد ان انا اقلل الغليظ لايف، وكانت الميجرين بروفلاكسس وكانت الاسترون. الراجل اهو يعني فلوريد يعني دي تجربه. ثالث ايتم في الناس اللي لها ميجور اكشن في الناس اللي هي سيرفيس اللي هي الانتي ديبريسنت والانتي سايكوتيك، يعني الناس مصاب اكتئاب والناس اللي بتعالج سايكوتيك. الاثنين دول الميجور اكشن بتاعهم ان هم يعالجوا الاكتئاب، ان هم يعالجوا السايكوزس، يعالجوا سيلكت كيس اوف انكزايتي، يعني مش كل حالات الانكزايتي هديها انتي ديبريسنت وهديها انتي سايكوزس. ايه السيلكت كيس؟ الانتي ديبريسنت بتعالج الانكزايتي الاسوشيتد ويز ديبريشن، يعني عيان عنده ديبريشن ومعاها انكزايتي ممكن الانتي ديبريسنت تعالج الاثنين. والانتي سايكوتيك هتبقى ايه السيلكت كيس بتاعتها؟ اللي هو الانكزايتي اسوشيتد ويز كلمة السر البق اللي نعرفه في الحتة دي سيلكتد كيس اوف انكزايتي، مش كل حالات الانكزايتي ممكن نديها انتي بريزنت في انكزايتي. مش اثنين دوربيدين في الكتاب، الدوربيدين الاولاني هو اللي تحت، الثاني خالص اللي هو تحت ورا تحت شمال، الثاني ده برضه الثاني ده عنوان وده تاني. وبعدين الحاجات الصغيره دي ممكن تفكرهم هنا. نيجي للكلورال هاي جريد. بعد ما خلصنا دي اتراكت اثر بريشر اكشن، لو تفتكروا بالكلاسيكيشن ده كان على عنوان اسمه ميثيلينيا، ميثيلينيا تراكتر.
زي الكلورال هايدريت. هنعرف عن الكلورال هايدريت بعد خمس ست سنين في كتاب التلفزيون دول. ان الكلورال هايدريت راجل فيه ان هيت ديبريشن راجل فيه ديبريشن. كلورال هايدريت. البارال دواي تقريبا زي بس هنزود عليه حته صغيره. هنعرف عن البارال دواي ان في ان هيت ديبريشن وان سيرت هيبنوتيك انتي كومبالس. يعني زودنا على البارال دواي انتي كومبالس. ان هيت ديبريشن. وسيرت هيبنوتيك انتي كومبالس. وما ننساش عشان انت عايش لو حد رخم قوي كسيرت البارال دواي رخم قوي فعلا في الشفوي اللي عايز يعرف ان ريحته وحشه وطعمه وحش. فاز فيه وباد اوضه اللي واخد بارال دايت تعرفه من على بعد 10 متر. ليه؟ عشان عنده اوفنسيف باد اوضه. يبقى البارال دايت اهم معلومه عنه في الروتين نفسه اللي بريزنت وهيبنوتك انه باد اوضه وباد تيست. واشكركم على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمه الله. مش محتاج تتكلم نفس الجري بس.